السلام عليكم خوتي اخوتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. اللي راه يسمع فينا ولا راه يشوف فينا أول مرة يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واللي راه مشترك معنا يضرب اللايك ويدعم خوه. المهم خوتي، حبيت برك كاين واحد الخبر مفرح في الجزائر، والله راه حبيت نبدأ به. كاين امرأة في عمرها 85 سنة، البارح كنت نشوف الفيديو تاعها، ما قدرتش ندير لكم الفيديو باش ما تكونش عقوبات من اليوتيوب هنا، بس ما نقدرش ندي فيديو تاع ناس واحد اخرين. امرأة في عمرها 85 سنة، الله يبارك، ولا برات من الكورونا، واللي حب يشوفها يدخل يكتب المرأة اللي برات في عمرها 85 سنة تخرج له على كل حال، باش ما والله الله يبارك. وخرجتها بنتها وراجل بنتها، خرجوها بشريطة وما شاء الله ربي يحفظها، ولاد ولادها يسلموا عليها. انا هذه الكلمة ما عجبتنيش، عجبتني كي برات وما عجبتنيش كي بداو يسلموا عليها. بخلاص انتم لا تسلموا عليها، يمكن هي مسكينة دوكا خرجت 85 سنة، وزيد انت يمكن راك حامل. المهم حاجة، هذه الشابة اللي عجبتني الله يبارك. الانسان باش ما يقعدش، خاطرش الانسان ولا يدخل الانستغرام ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا يسمع غير الطاقه السلبيه، كورونا، القيامه، راح نموت. اذا جات القيامه مرحبا، واذا جات الموت مرحبا. المهم الانسان ما يدير واش يقول له الدوله تاعو، راهي تقول لك الدوله تاعك اجبد روحك، ما تخمش، ما تسلمش، اكسيترا اكسيترا، بلا ما نعاودوا الاخر. دير واش قالت لك. وكاينه واحد الحاله واحد اخرى ثاني، راجل في ايطاليا، ماشي راجل، شيخ في ايطاليا، 101 الله يبارك في عمره، 100 سنة، في منطقه الريميني. المهم خاوتي الله يبارك، ثاني برا خاطر شكيك سقساوه، قالوا له علاش كيفاش حتى بريت وكيفاش حتى، قال لهم ناكل مليح نرقد مليح وما نتكيفش، يعني انت ما يدخنش ويدير سبور، يدير الرياضه. 101 وأصيب بكورونا، وكي دخلوه للسبيطار قالوا باللي مسكين يموت. ومن بعد يا ما تبرى، دار 14 يوم تاعو مع الدواء مع الاخر، ما برا الحمد لله. حاجه واحده اخرى، معناتها الانسان يطلع شويه مورا كي يشوف الناس كبار هكذا في العمر، هذوما اللي ما يحملوش الفيروس، والله يبارك برا. المهم في المانيا، نجو لالمانيا البلاد اللي انا عايش فيها، الحالات اليوم الحالات وصلت ألمانيا 58,000 247 حالة، براو 9200 واحد برا، وماتوا 455. المهم خاوتي ألمانيا قال لك البلد الواحد اللي ما تكذبش، هذه إنجلترا قالتها، ماشي قلتها أنا، ولا إنجلترا قالت بلي البلد الوحيد اللي ما تكذبش هي ألمانيا، يقولوا الصح، يقولوا وش عندهم باش الناس يحسوا بالوجيعة، ومام طو يحسوا ما يكونوش مستهترين، يكونوا واعيين، فهمتني؟ معناتها راهم دائما كاين الحالات هاي تتزايد، معناتها كل واحد شاد داره، هما هاك ولا هاك، الالمان شادين دارهم من الاول اللي شادوا ديارهم. المهم الحاجة ثاني في المانيا صرات، ولا كاين العنف بسبب التعب النفسي، العنف كي ولاو هما الالمان على كل حال هاك ولا هاك، تقريبا نسبه كبيره يروحوا للطبيب النفسي، خاطرش هنا الكليما تاعهم، السيستم تاعهم زيد بزياده. كي جات كورونا معناتها حشرتهم في الديار، معناتها سما ما يخرجش، ولا كاين مشاكل بينو بين، طلعت نسبه المشاكل بين لي كوبل ولا بين الزوج والزوجه في المانيا. كاين واحد داروا في الجورنال قالوا بلي شغل ضرب مارتو، مش ضرب مارتو، يمكن كش ما قالها كاش كلام ولا زعفها منا، راح تشتكيت بيهم بعدها، قالها سمحي لي وكاع، وبعد هي تسامحوا وقلوبهم بيوضع، ماشي كيما حنا تقولوا سامحني يقولك سماح، ومن بعد على 45 سنة تقول دير لك شي حاجه يقولك تشفانا اللي كنا كيسمو غلط. المهم وراناش فيها، قلت لك زادت نسبه العنف في المانيا، العنف ماشي العنف تاع الدبزه للعين والرعاف وتفجخ والى اخره وراس مفتح، العنف مع العنف اللفظي. هذه هي في المانيا. كاينه حاجه ثانيه في المانيا، اليوم انتحر وزير الماليه مقاطعه هيسن. هما قلت لكم المانيا كاين 16 ولايه، كل ولايه كي البلاد عندها وزير الماليه تاعها والاخر تاعها كل شيء تاعها. وزير الماليه تاع المقاطعه تاع هيسن، مقاطعه من مقاطعه المانيا، سويسيدا، انتحر. كيفاش انتحر؟ لقاوه وينترا
سما خلى حتى التران جا، كاين واحد التران يجري مليح، ورمى روحو خبطو التران قتلو. ومن بعد كي راحوا لدارو لقاو بلي كاتب بريه في دارو، شغل ما تحملش الوضع تاع البلاد وخاف، وقال واقيلا المانح تطربق كاع وراح تنغلق علينا كلش، والحالة تاع كورونا مزيد، وشغل ما تحملش ما سويسيدا. سويسيدا. كاين حاجه ثانيه، وشنو هي؟ الوزير الماليه، ماشي اللي انتحر، الوزير الماليه تاع كاع الالمان، قال اليوم شوف الناس اللي تحب بلادها وتحب بلاد بلادها، قال لهم ما يهمنا لا دراهم، ما يهمنا لا اقتصاد، اللي يهمنا هو ارواح الناس، معناتها البنادم الانسان هو اللي يهمنا. قال لك كلشي يتعوض، كلش يتعوض، الدراهم نعاودو نخدمو ويجو، المال يجي الاقتصاد يطلع، بصح الارواح كي تروح ما توليش، وما تشوف الانسان كي قادر الانسان ويعطو. المهم هذا واش قال. المهم نعاود نولي لكم للصين. الصين يا اخي قلت لكم باللي برا وكاع ولاو كلشي لاباس، والحاله ولات نورمال، شغل بداو الناس تولي كيما كانت، الخدمه يتلاقى بصح الحاجه دوك اللي كتبوا عليها، كتبوا باللي الفيروس بدا يولي لهم، معناتها شغل كي ولاو هما ماشي ولاو عادي نورمالمون دوكا كيما حنا في المانيا ولا في الجزائر، ان شاء الله كيروح علينا الفيروس هذا. ومن بعد يا ماشي غدوه يروح الفيروس، غدوه نقولوا ارا كوبا ارا غارو ارا ملي تلقى خوك تسلم عليهم، فاهم؟ معناتها حتى ان شاء الله خاوتي كي يروح الفيروس حنا نقعدوا دائما شادين سبعنا، حتى ان شاء الله يروح كاع والمناعه تاعنا تولي مليحه باش نولوا الحياه العاديه تاعنا ان شاء الله. واحد الرضيع في المانيا في امريكا مات، ما على باليش علاه مات، راهم يديروا في التحاليل وكاع. المهم كاين واحد الخبر ثاني، واش من الخبر؟ الخبر تاع الالمان جابت مرضى ايطاليين، بعض المرضى ايطاليين جابتهم الالمان. على بالكم باللي اوروبا سمي هذه برك معلومه خاوتي، اسمعوا مليح باسكو كاين فيها نوامر، لازم تفتحوا ريسانكم شويه برك معايا. الاوروب قالت لكل البلاد اوروبيه لازم لك 9.8 بالمئة من الميزانية تاع بلادك، معنتها نقولو أي بلاد من الميزانية تاعها تخصص 9.8 للمجال الصحي. خاوتي نديرو ديفيرونس برك بين إيطاليا والألمان. إيطاليا شحال تخصص؟ تخصص 8.8، معنتها ناقص 1%، ما داك شغل كيما نقولو حنا بالعامية لا هو بال، ما على بالهاش كي شغل. بورتو 8.8 راهم دراهم من الميزانية تاع بلاد، هما ناقصين 1% إيطاليين. شوفوا ألمانيا مخصصة 11.25، الأوروب قالت عندها 9.8، الألمان مكثرة شغل المجال الصحي دايرته حاجة كبيرة، دايرة 11 مخصصة 11.25% من الميزانية تاعها راح غير الصحة. المانيا وايطاليا نديروا لا ديفيرونس تاعهم بين السرير، الاسره تاع في ايطاليا، الاسره عندهم 159,000، الالمان عباك شحال عندهم؟ الالمان عندهم 499,000، هادو عندهم 159,000، والاخرين عندهم المانيا عندها 499,000 سرير. نزيدكم الأسرة تاع الحالات المستعجلة، معنتها تاع الإنعاش تاع الكارطوشة الأخرى، معنتها إيطاليا شحال عندها؟ عندها 5,400، ألمانيا شحال عندها؟ عندها 28,000 سرير تاع الحالات المستعجلة. على بيها في إيطاليا هذوك 5,400 تعمروا خلاص، أيا ألمانيا عندها 28,000، ايا قالت لهم اعطونا شويه نجيبوهم لالمانيا باش نداويوهم، وان شاء الله برك ما تتفاقمش الحاله في المانيا باش تكفي الالمان في حد ذاتهم. هما راهم يقولوا انا راني نخمم على واحد البلاد عشت فيها وزدت فيها وكبرت فيها، واش عندهم الاسرة، واش عندهم شحال راهم مخصصين لاخر. الله يعطيك الخير يا بلادي، ان شاء الله يا ربي ديك البلاد ان شاء الله ربي ما يجيب لهاش بزاف الوباء ويرفد علينا هذا الهم هذا، خاطرش
مع الاستهتار ولا وعي ولا مبالاة. والله ولاد بلادي يشروا القهوة بالتخبية ويتسالموا بالتخبية وكل شيء بالتخبية. الله يعطيكم الخير ويبعد عليكم الشر، وان شاء الله ربي يرفد علينا الوباء هذا، وان شاء الله من رمضان ان شاء الله يكون راح. المهم كاين واحد المعلومة ثانية، راهم يقولوا في كل العالم باللي في لافان دافريل ولا في نهاية افريل هذا المرض يبدا يروح، ماشي يروح، يبدا يروح. قال لك باسكو هذا الفيروس راه جا متكون من واحد الغازات طلقتهم امريكا في السماء. راهم يقولوا، انا ناقل اخبار، انا ما راني طبيب، ما راني بروفيسور، ما راني ناقل اخبار. راهم يقولوا باللي كاينه غازات في السماء من لافان تاع افريل باش يبداو ينقص هذا الغازات باش يبدا يروح الفيروس، باسكو هذوك الغازات يتكونوا من الفيروس يتكون من ذوك الغازات. المهم خاوتي هذا هما ناقل اخبار محمد ادم. صلوا على رسول الله، نحبكم في الله وتهلاو في رواحكم، تلقاو في ساعه زينه يا ناس الزينين. السلام عليكم.